نقابة المعلمين ووزارة التهذيب الوطني صراع من أجل نيل الحكومة. ولاية الترانزا تحسين سلالات الأبقار المحلية قصد زيادة الإنتاج الوطني. وفي مسائيتنا الليلة تتابعون معنا أيضا أنقرة تهدد هولندا وتصفها بالنازية. أهلا بكم إلى التفاصيل. في بيان لاتحادية حزب التجمع الوطني من أجل الإصلاح والتنمية تواصل بولاية الحوض الشرقي، دعا الحزب إلى إيجاد حلول سريعة لمشكل العطش الذي بات يهدد ساكنة الولاية. وأضاف البيان بأن المواطنين سئموا من الوعود الفارغة التي تطلقها السلطات المحلية بشأن قرب ربط الولاية ببحيرة الظهر، مطالبا السلطات الموريتانية بوضع خطة لتوفير الماء الشروب لسكان الولاية، داعيا السلطات العمومية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، المواطنين الذين يدفعون الضرائب المشحفة بهم دون ما أبسط خدمات توفر لهم حسب وصف البيان. في ظل الحراك الذي تشهده الساحة السياسية الموريتانية على إثر التعديلات الدستورية، يظل الشارع الموريتاني يعيش على وقع انتظار قرار مجلس الشيوخ بشأن قبول أو رفض تلك التعديلات. أحمد محمود سيدي حامدين يرصد لنا هواجس الشارع الموريتاني من خلال التقرير التالي. إخوة والله مفاهمة الوطنية دور تخلق، ولا نعطيها إن شاء الله 3 أسابيع 4 أسابيع. اللي جاي للحوار واللي جاي للقاء الوطني من اجل رؤيه جديده للبلد مستعدين 3 أسابيع 4 أسابيع ان شاء الله الين نوفر ان شاء الله الوسائل ونجتمع اللي باقي يجي من المعارضه يجي، واللي باقي تجي المعارضه كامله مرحبا بها، واللي عندهم مشاكل كامله تطرحوا، واللي عندهم مطالب تطرحوا، وعندنا من تقدير تطرحوا طالب يسوى شنو احنا مستعدين نصنتيو. يا غالي قابلكم كشهود على هذا كامل اننا مستعدين اي دور المعارضه لا تطرح تناقش. يا غالي النقاش على مستوى مدى ثقافه ومدى سياسيه ومدى مهمه بشان البلد. تناقش يا كشف حلول وارده يريد استفيد من البلد. يبدلها بمن حضر لغة ربما أزعجت معارضة موريتانيا وجعلتها تشكك في حجم مكانتها لدى قيادة البلاد، ليعلن بعض قادتهم أن اللحظة أوضحت أن لا توافق بين النظام ومعارضته وأن الحلول وصلت الطريق المسدود. واليوم بعد أن تم تنظيم الحوار الوطني الشامل كما يراه أنصار النظام والمبتور كما يحلو للمعارضة أن تسميه، ها هي مقترحات الحوار الوطني تتجاوز نحو قبة البرلمان لتجد آلان صاغية وأيادي مرفوعة معينة أن موريتانيا عبر ممثل الشعب تقول نعم للتعديلات الدستورية بلا قيد ولا استثناء. خطوة قادت المعارضة للتشكيك ببرلمان يضم بين أضلاعه عددا من ممثليها لدرجة وصفه ببرلمان الصدفة، وربما تتدارك الأمر في مرحلة ما لتستثني أنوابها واصفة موقفهم بتاريخي وتخرج مستنفرة أنصارها وأنصار لا تعديل ليقولوا على لسان واحد لا لتعديل الدستور ولا لتغيير العلم والنشيد، وتعزف لحن النشيد على مسامع أنصارها سعيا لتحريك مشاعر الآلاف حتى بمن نصروا التعديلات لأن اللحن باق والحس موجود. وبعد النواب تحال التعديلات لسادة الشيوخ الذين هم بين أمرين أحلاهما أمر، إجازة تعي أن هذه الهيئة تجيز آخر قرار في حياتها، ورفض يفتح الباب أمام مواجهة مع نظام وحكومة ترى التعديل منصفا، وهي أيضا خطوة قد تعجل بحل المجلس وتغيير كافة الأسماء واستبدالها، علما بأن الصلاحية التشريعية تعطلت منذ سنين، وإن لم توجد ظروف ملائمة لتجديد المجلس ليبقى بين توقيع على حله أو صراع مع نظام يعيش في ظله. خطوات ترافقها حملة معارضة لإشعار الرأي العام والشارع الموريتاني بأن النظام يقود البلاد نحو طريق لا تراه المعارضة آمنا، ويرى النظام أنها محض الإصلاح وأساس التغيير. الشعب الموريتاني رافض ورافض تشويه العلم وطالب بشكل حقيقي بحل مشاكل اللي ولا
وبين رغبة النظام في تمرير تعديلات مصيرية على دستور البلاد، تقدير تغيير الشكل العلني وإضافة فقرات على النشيد وإجراءات أخرى، ووقوف المعارضة المقاطعة حتى لا نظلم الأحزاب المعارضة التي رأت أن التعديلات بغض النظر عن طريقة باستفتائية في مصلحة الشعب، وقوفها في وجه التعديلات وتحريك الشارع لرفضها، لأنها كما ترى المعارضة ما هي إلا تجهيزات لخطوات أخرى ستشمل مواد حساسة متعلقة بترشح للرئاسة في وقت قال فيه الرئيس أنه لن يترشح لرئاسة البلاد مرة أخرى. وبين هذا وذاك يبقى الشارع الموريتانية ترقب إجازة كلية للتعديلات ودخولا في مرحلة التطبيق أو رفضا لمعرفة ما سيؤول إليه مصير البلاد. والمحمود سحامدينو الوطنية. الحراك بين نقابة المعلمين ووزارة التعليم الموريتانية يعود من جديد إلى واجهة المشهد، حيث أعلنت النقابة عزمها تنظيم وقفة احتجاجية نهاية الأسبوع الجاري تنديدا بما أسموه وضعية المعلم المزرية في موريتانيا. عبد تيو الشيخنا والتفاصيل. نقابة وطنية المعلمين تتخذ خطوات تصعيدية احتجاجا على ما قالت إنه عدم استجابة وزارة التهذيب الوطني لمطالبهم. وأعلنت النقابة في بيان لها أن عدم الاستجابة لمطالبهم هو ما دفعهم للدخول للاحتجاج، ستكون أول خطواته وقفة احتجاجية ستنطلق في منتصف الشهر الجاري. وأعربت النقابة عن تمسكها بمطالبهم المعبر عنها في عضة نقابية سبقة وأودعتها لدى وزارة التهذيب الوطني منذ أكثر من سنة. على وتشمل المطالب إلقاء عمل يوم السبت والصرف الفوري للعلاوات التجهيز والتجمع الازدواجية، إضافة إلى توزيع قطع أرضية على المعلمين وأمور أخرى. لقناة الوطنية عبد الشهنة. ما زالت الساكنة في الأحياء العشوائية تعاني من مشاكل مستعصية على الإدارة الوصية، مشاكل قد تتعدى الطابع الروتيني بين السكان والجهات المعنية لتتمثل في صراع بين البسطاء وذوي النفوذ على الملكية العقارية. نتابع. لا شفيع في وجه آلة الهدم التي تدوس على أحلام البسطاء. فهذا الشيخ المتقدم في العمر تقدم سكنه المهدم يروي مأساة أخرى من مأساة المداخلات التي تقف الإدارة المعنية عاجزة عن حلها طوعا أو كرها. ماني من الهورات جيت هون للقصرة ما فيها رجاج، بين هون لحق المطار ما فيها رجاج واحد، من هون للبسطة ما فيها رجاج، قال ما فيهم رجاج مجيان هون اتجاه ما هون رجاج، خلوا اسمع سنتين ما هم خالقة. العدالة بين أفراد المجتمع ضرورة يجب أن يتحلى بها الكل، فلا أحد فوق القانون ولا سلطة تقتصب حق ضعيف وإن طال الزمن. شاكين من ما نقدر شاكين نخدم تميز ترامنا قارعة أول موعدهم مو ما عندها دار وأكثر حتى النمرو بيقته نختار نعرف الصح يتبيعون اللي حق شو معنا تعدلهم لعاد ما عندها الحق أو نعرفه لعاد لا ظلم لو دا تردو سألت رهن في قصر مالي لا وسكت فيه هون عائلة هي جات من الراعي في الطائرة الزن وتقل وتمشي وتركب وسألت لي هون هذا النمر هذا الجاري هذه مرة وسألت لها قصرة وسألت قصرة وبناتها حاسة لي وبيت وربيت أولادها وكبرتهم عندها توام أربعة، واحدة مربيتهم أختي واحدة مربيتهم أنا الكبارات مربيتهم أنا تميت هي لها تقلع مني تراب. ليست هذه إلا صورة من تجليات الغبن والضيم الذي يمارس على فئة ما أذنبت، إلا أنها تحلم بعدالة مجتمعية ودولة يتساوى بها الجميع. شيخ المهدي بن إشارة الوطنية. هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة الهولندية وقال في تصريحات له في العاصمة اسطنبول إن هولندا سوف تدفع الثمن غاليا وستتعلم معاني الدبلوماسية كما وصفها بالنازية. زينب المختار ترصد البعد الخلافي بين أنقرة وأمستردام في سياق التقرير التالي. الشهر المقبل زينب المختار الوطنية.
تترارزا حملة للتلقيح الاصطناعي للأبقار، وقد أكد القائمون على الحملة بأنها تستهدف تلقيح ما يزيد على 100 من الأبقار المحلية، تمشيا مع استراتيجيات القطاع الهادفة إلى تحسين السلالة المحلية من الأبقار من خلال إدماجها بسلالات أوروبية لزيادة الإنتاج. نتابع. نعتذر المشاهدين الكرام عن هذا الخطأ. نظم المنتدى العالمي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ندوة أسبوعية، وهي ندوته الأسبوعية والتي تطرق فيها إلى محاور متعددة كان أبرزها كيفية التراتب الرباني في خلق الإنسان. الندوة حضرها جمع من منتسبي المنتدى وتبادل على إثرائها كوكبة من المحاضرين الذين أشفعوها بالدلائل العقلية والنقلية. زينب امتدوم ومزيد من التفاصيل. تحت شعار نصرة الحبيب نظم المنتدى العالمي لنصرة الرسول الأعظم ندوة تدخل ضمن سلسلة ندواته المناصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. نائب الأمين العام للمنتدى أكد في كلمته الافتتاحية باسم رئيس المنتدى على أهمية والدور الذي يقوم به المنضوون تحت لواء نصرة. فإنني باسم رئيس المنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وهو الشريف الشيخ علي جرضة بن محمد نادي الصعيدي حفظه الله ورعاه وعمره وأناله مبتغاه ورحيم بكم، أقول لكم باسمه مرحبا وأهلا وسهلا بالأحباب، مرحبا بخيرة الأصحاب. تطور الخلقة البشرية كان محوراً أساسياً من محاور الندوة التي تطرق فيها المحاضرون إلى التسلسل الزمني والمكاني لنشأة الإنسان. مع خلقه في بطن أمه 40 يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتف رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هكذا تتوالى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم دأب المنتدى العالمي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المولى سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. زينب ويتوم الوطنية. نفتح معكم الآن مشاهدينا الكرام جديد الأنباء الدولية. سوالت الأدوات تفيد بتردي الحالة الصحية لعلي عبد الله صالح وبين مروجين لتدهور وضعه الصحي، ولكن لذلك يعرف لما وجد هذا الجد الآن. وتساءلت عدة أطراف إن كان في الأمر خادعة أم أنه صبرت لترتيب خروج صالح من اليمن. كشفت إيران في معلومة أسلحتها الدفاعية عن ضربات الكرار وتعد ضربات الإيرانية لله التي صممت وصنعت في منظومة الصناعات الدفاعية، وافتتح خطوة الإنتاج في مؤسسة بني هاشم لصناعة الدرارات والمدرعات في مدينة ضروب جنوب غرب إيران. بعد الإعلان عن بدء معركة الموصل توالت الدعوات لاتخاذ إجراءات سريعة تتضمن سلامة نحو مليون ونصف مليون شخص لا يزالون في الموصل ثاني أكبر مدن العراق. ومنذ بدء الاشتباكات فر نحو 100,000 من المدينة باتجاه سوريا وتركيا. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الأفاضل إلى ختام مسائياتنا لهذا اليوم، تابعتمها من قناة الوطنية. أعود للتذكير بأبرز الأخبار.
أزمة عطش في ولاية الحوض الشرقي وناقص الخطر يدقه أحد الأحزاب المعارضة. نقابة المعلمين ووزارة التدريب الوطني صراع من أجل نيل الحقوق. ولاية ترابزة تحسين سلالات الأبخار المحلية قصد زيادة الإنتاج الوطني. وتابعتم معنا أيضا في مسائية الليلة أنقرة تهدد هولندا وتصفها بالنازية. أشكركم جزيل الشكر على كرم المتابعة وفي أمان الله.